عقدت الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين منتدى مشتركا للتعاون التقني البيئي، وخلال المنتدى المشترك ناقش ممثلون عن المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بوزارة الخارجية الأمريكية وخدمات الغابات الأمريكية مجالات التعاون المحتملة في إطار خطة العمل للفترة من 2021 أو 2017 إلى 2021 التي تعطي الأولوية لوضع مشاريع وبرامج لتحسين نوعية الهواء والحد من الآثار الصحية الضارة لتلوث الهواء، إلى جانب حماية المناطق الساحلية ومنع الإفراط في استغلال الموارد البحرية. هذا ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين أسسا هذا المنتدى المشترك بموجب مذكرة التفاهم بشأن التعاون البيئي في سبتمبر 2004 تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة، حيث أن مهام المنتدى المشترك تتمثل في تعزيز قدرة البحرين على حماية البيئة. تربط البحرين والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التجارة الحرة، وتحت الاتفاقية التجارة الحرة هناك مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة وبين وزارة الخارجية الأمريكية، وهذه المذكرة التفاهم يندرج تحتها برنامج تنفيذي اللي أقره مجلس الوزراء أخيرا بعد ما رفع المجلس الأعلى للبيئة للاعتماد النهائي. البرنامج التنفيذي يتكلم عن شنو نوع التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في وزارة الخارجية لأنهم عندهم برنامج كامل معني بالبيئة في وزارة الخارجية، وكذلك المركز حماية البيئة في واشنطن والكثير من المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة. تأتي هذه الاجتماعات في سياق اتفاقية التعاون البيئي فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين بهدف توسيع مجالات التعاون البيئي وتبادل الخبرات، حيث تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين ذات التحديات من حيث أخطار تلوث الهواء والحفاظ على الحياة الفطرية ومياه الشرب والتخلص من النفايات. وهذا المؤتمر فرصة لدعم الاتفاقية البيئية التعاونية بين البلدين.